خلينا بقى نكمل كلامنا في الكوره، وهقول لحضراتكم على حاجه انا بصراحه مش فاهم هي حاجه تضحك ولا تبكي. يعني انا مش عارف اضحك ولا اعيط. النهارده اتحاد كره القدم اجتمع الصبح مع ممثلي بعض الانديه المعارضه لفكره دوري الدرجه الثانيه. وبعدها على طول بعد الاجتماع ده سربوا ورقه بيقولوا ان الاتفاق تم، بعيدا عن الاخطاء الاملائيه اللي موجوده في الورقه. الاتفاق اللي تم ايه بقى؟ الاتفاق اللي تم ان هناك نظام دوري القسم الثاني من مجموعه واحده 20 فريق اللي هو دوري المحترفين، هيصعد منهم اول فريقين في الترتيب للدوري الممتاز مباشره، يعني اول وثاني هيصعدوا مباشره للترتيب. طب الفريق الثالث في نفس الورقه اللي فيها الاخطاء الاملائيه الكثيره جدا دي، اللي هي زي ايه؟ الكبات محمد بركات والاستاذ عبد الحميد رئيس نادي كفر الشيخ، كانه مثلا ما يعني ما يعرفوش اسم رئيس. المهم يعني قالوا في نفس الورقه دي بتاعتهم ان الدوري القسم الثالث هيكون 6 مجموعات. اوائل ال6 مجموعات دول هيلعبوا دور الترقي، واللي هيفوز بيها هيصعد مباشره من القسم الثالث للدوري الممتاز. تخيل حضرتك، تخيل ان ممكن جدا نادي ميزانيته في السنة 1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 5 مليون جنيه، يلاقي نفسه فجأة من الدرجة الثالثة يصعب للدوري الممتاز، والنادي كله انا ما بعبش في أندية والله العظيم ولا بقول اي حاجة، انا بقول ايه الفكرة؟ يعني النادي ده، النادي اللي بيطلع الدوري الممتاز اكيد ما عندوش ملعب يلعب فيه، فمبدئيا هيأجر ملاعب، هيجيب فلوس الملعب منين اذا كانت هو ميزانيته كلها؟ ما احنا خلينا نتكلم بالمنطق، اللي في الدرجه الثالثه كلهم نشوف حضراتكم اعلى ميزانيه فيهم كام؟ 10 مليون جنيه. انا مش عارف، مستحيل يعني، بس ماشي بيقولوا لي مستحيل، ماشي اعتبرها 10 مليون جنيه. طيب هيأجر بيهم، هيجيب لعيبة جديدة، لأن اللعيبة اللي موجودين في الدرجة الثالثة يعني إذا كان في الدرجة الثانية بيغيروا كل اللعيبة، فما بالك بالدرجة الثالثة؟ خلاص دي أول حاجة، أدي عقود اللاعبين، على الأقل عايز لك 15 20 لعيب جديد. لو كل لعيب بياخد 1 مليون جنيه، 1 مليون جنيه، أدي 15 20 مليون جنيه. طيب الانتقالات، إيجار الملاعب، التزامات عقود اللاعبين، الملابس، اي حاجه، بقيه الحاجات، حاجات كتيره جدا، المعسكرات، كل الامور الخاصه بصناعه كره القدم، الناس هتجيب فلوس ازاي؟ يعني كيف يمكن ان تفكر ان ترضي الجمعيه العموميه بهذا الشكل؟ وجهه نظري ان اللي بيتقال ده هو ارضاء للجمعيه العموميه علشان الانتخابات القادمه. لان الكلام ده ما بيحصلش في اي دوري في العالم. ما بيحصلش في اي دوري في العالم. بعدها بشوية، بعد ما الورقة دي اللي نزلوها من شوية دي اللي وريتها لحضراتكم، بعدها بشوية اتحاد الكرة كمل تسريبات، ولكن قال لي بقى احنا مش هنعمل الكلام ده، واتفقنا مع الأندية، ويعني اللي فات ده كأنه لم يكن، ده تسريب، خلي بالك ده مش رسمي. طب هتعمل ايه يا اتحاد كرة؟ اكيد بقى هتعمل الصح، صح؟ انتظرنا التسريبات، ما احنا فاهمين يعني شوية. قال لك ايه؟ قال لك احنا هنعمل دوري القسم الثاني 20 فرقه، تمام يا سيدي، وعلى فكره كلنا في ظهركم في هذا الامر. يصعد اول 2 للدوري الممتاز برضه؟ طيب والثالث هيصعد ازاي؟ هيبقى دوري القسم الثالث 3 مجموعات، اوائل ال3 مجموعات هيلعبوا مع الثالث من دوري المحترفين اللي هو في القسم الثاني يعتبر، ويلعبوا على الصعود، واحد من ال4 فرق دول هيصعد للدوري الممتاز. يعني برضو في احتمالية لصعود أحد فرق الدرجة الثالثة مباشرة للدوري الممتاز، يعني ينطوا درجتين مرة واحدة. أنا زي ما قلت لحضرتك أنا بفكر فيها بهذا الشكل. وبعدين 20 المحترفين
الحقيقة لما تقرأ ال20 فريق هتلاقيها أسماء قوية جدا وهيفحطوا في بعض وهيلعبوا ماتشات حلوة جدا وكل حاجة. طيب هل يمكن إن أنت تساوي الفريقين اللي هيطلعوا دوري ممتاز بالفريق لو صعد فريق بالدرجة الثالثة اللي هو عدد مبارياته أقل والمستوى الفني فيه أقل، تساويه بدوري المحترفين اللي فيه 20؟ خد بقى عندك الأسماء، أسوان وحرس، الثلاث فرق اللي نزلوا من الدرجة الثانية مع الترسانة، مع هنا مع هنا، كلها أسماء كبيرة. طب ما تزعلش مني يعني، أندية الدوري المحترفين تصرف ليه طالما أنت هتصعد 2 بس مش هتصعد 3؟ برضو تفكير غريب جدا. للأسف اتحاد كرة القدم حتى الآن كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده تسريبات من اتحاد كرة القدم، بس أنا وريتها لحضراتكم بالورقة. إلى الآن لم يتم الإعلام بشكل رسمي أو بيان يوضح بخصوص شكل مسابقة الموسم اللي جاي، ودي حاجة غريبة جدا. واتحاد كرة القدم شغال تسريبات كلها بتقول إن في حاجة غلط بتحصل في القسم الثاني والثالث. اللي انا عارفه من مصادرنا ان اتحاد كره القدم هينزل بيان كمان شويه، ويعني هيقول التفاصيل الثانيه اللي هي الانديه اللي في الدرجه الثالثه هيبقوا 3 مجموعات وهيطلع منهم الثلاث فرق، اوائل الثلاث فرق هياخدوا الثالث من دوري المحترفين ويلعبوا دوره يطلع منهم واحد. ده اللي هيقوله اتحاد كره القدم في البيان بتاعه. طب اتحاد كره القدم هل هو يعني بيقول لنا نكتة؟ بيهزر معانا؟ أنا قلت لحضرتك هو فعلا بجد ممكن يصعد فريق مباشرة من الدرجة الثالثة للممتاز؟ أولا هيضر بمستوى فني، ما عندوش فلوس يدفع كل ده، مش عارف. طب دي التسريبات ونظام الصعود، طب إيه نظام الهبوط؟ حسب التسريبات يعني؟ معرفش. طب هل من الممكن ان نادي من الدوري الممتاز ينزل مباشره للدرجه الثالثه؟ ما هو واحد ممكن يصعد من الدرجه الثالثه، فهل ممكن ينزل من الدوري الممتاز للدرجه الثالثه؟ طيب الهبوط من القسم الثاني هيبقى شكله عامل ازاي؟ محدش عارف، محدش بيقول لنا حاجه والله. طب اللي بيحصل ده ليس له اي تفسير منطقي. اتحاد كره القدم يجب أن يتحمل مسؤولياته ويعلن لنا عن هذه التفاصيل ونظام المسابقات بشكل نهائي. أتمنى أن ده يحصل خلال زي أي حاجة طبيعية بتحصل في العالم كله.